بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. احنا شفنا في المثال السابق سكانر، أبغى أعودك على هذا الكلاس لأنه احنا حنستخدمه بكثرة عشان ناخذ المدخلات. احنا أول أخذنا اللي هو إيش؟ اللي هو عمر المستخدم. خلينا نقول string، واحنا استخدمنا string من قبل، جميل. حنقول string مثلا اللي هو خلينا نقول name، سميني، جميل. سويت متغير اسمه name. هنا بقول له system.out.println. لا تستعجل دائما لانه انا ماشي معك حبة حبة على اساس انه انت تفهم المفاهيم. enter your name. ليش؟ لانه شوف، لا تتعب نفسك اذا انت ما فهمت المفاهيم، انت قاعد تخدع نفسك، يعني هتضيع وقتك، وبعد ما تضيع سنة او سنتين حترجع مرة ثانية للمفاهيم، لانه اشياء متقدمة يعني اول اشياء متقدمة قاعد تدوسها عاقتك، جميل. هنا نيجي نقول له name equal if dot next، لحظة، next اللي هو هنا شوف اللي هو next. هذا الآن حيعطينا إيش؟ حيعطينا، أنا كنت بكتب next string على أساس إني تعودت على لا. طيب الآن إحنا الآن في البداية حنقرأ نص please enter your name، وحيدخل لنا next، هذه حتجيب لنا النص، بعدين نقول له أدخل هذا، واستخدمنا من الدالة اللي تدخل لنا طيب رقم، جميل. طبعا احنا نسينا نكتب شيء، بس يلا جيب الفاره هنا، قول له please enter your name عبد الله، جميل، عبد الله، خلي بس يحمل. طيب ادي انتر. الان قال لي please enter your age، لازلت مصر 17. طيب الان انتر، لاحظ your age is. طيب الان نبغى نقول له يعني نطبع له رسالة your age is 17، بعدين نقول له رسالة أخرى اللي هو يعطينا الاسم. فنيجي هنا نقول له system.out.println your name is، نعطيه هنا ونقول له زايد النيم، ممتاز. شغل الآن، حيطلب إيش؟ حيطلب الاسم، خلينا نقول له عبد الله، عفوا أضغط هنا عبد الله، انتر، please enter your age، نزيد ذي المرة 20، لاحظ your name is عبد الله، your age is 20، جبنا المدخلات من المستخدم. فعشان ناخذ السترينج نستخدم next. بنفس الطريقة إذا تبغى float تقول if next float، تبغى دبل next دبل boolean، شايف؟ وبالطريقة هذه الأنواع next short long، الأنواع اللي موجودة في جافا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.